باستمرار لما نيجي الكنيسة كده أول أسبوع أو آخر أسبوع، ده كان السبت أو الحد، كل واحد جاي ومحمل بآلامه وجاي نحطها على المذبح وناخد أفراح يسوع. النهاردة عيد الملاك مخيل اللي هو 12 في كل شهر، وفي نفس الوقت نحتفل بتذكار تنصيب الملك والإمبراطور قسطنطين في الوقت دوت، اللي هو واحد من اللي أثروا في تاريخ المسيحية كلها. عشان كده النهارده كل القرايات اللي هو اكتشف الصليب بعد كده وانتصر بعلامة الصليب، كل القرايات هي قرايات يوم 17 توت اللي هو يوم عيد الصليب نفسه. أنا أشارككم بآية واحدة بس، عشان ساعات كتير قوي الصليب في عينينا يبقى حاجة ذهب، حاجة فضة، حاجة كبيرة، حاجة علقة على الحيطة. لكن بطرس الرسول النهارده بيقول لنا الصليب حاجة مختلفة تماما. يقول لنا كده إنه وإحنا عايشين في العالم ده هنتظلم. بس اتكلم عن حاجة سماها كده متألما بالظلم. قال إن في نوعين من الألم. في ناس بتتألم كنتيجة طبيعية لاختياراتها، عملت حاجة غلط فجابت لي آلام معينة. وفي ناس تانية بتتألم متألما بالظلم، ما عملتش أي حاجة غلط. وإدانا المثل بتاع يسوع المسيح نفسه، قال إنه ما عملش أي حاجة غلط. لا ما كان بيتشتم لم يشتم عوضا، و لم يخطئ ولم يخطئ ولم يوجد في فمه غش. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ عايز يقول لي قدامك خيارين. كتير قوي نعلق الصليب ونفتخر بالصليب لكن نرفض نشيل الصليب. عشان كده عنوان الكلمتين اللي عايز اشارككم بيها النهارده هم الايه اللي قالها بطرس الرسول متألما بالظلم. يقول لي انا شايف دموعك، انت جاي بدموعك ومتألم بالظلم. تعالوا ناخد كده مثل صغير قوي، القديس يوسف الصديق، يوسف ابن يعقوب. يوسف وهو صغير، عارفين كلنا القصة، سنبص على حتة متألما بالظلم بس فيها. ازاي يوسف ابوه حبه، ملوش يعني يد في ان ابوه يحبه، يجيب له قميص ملون يكون سبب حسد وكراهية لاخواته. بعد شوية اخواته ياخدوه ويبيعوه او يرموه في البير وبعدين يبيعوه ويسكت. بعد شوية يروح يشتغل في بيت فوتيفار، والست مرات فوتيفار تحب توقعه في الخطية، يرفض يترمي في السجن. كان ممكن قوي هو في السجن يقول كده، طب يعني أنا عشان ماشي وراك تعمل فيا كده، ما قالش. يطلع بعد كده يقول، يفسر الحلم للسائي والخباز واحد وينسوه سنتين تاني، وبعدين يحلم الفرعون مصر حلم ويطلع بيه ويبقى ماسك المملكة كلها. لو جينا كده سألنا يوسف، ايه رأيك؟ اخواتك يحبوك وباباك ما يجيب لكش القميص مش مهم وتعيشوا في سلام؟ لو في ساعتها يقول انا عايز كده، وكلنا دلوقتي بنقول كده، انا عايز دلوقتي سلام مع اخواتي في بيتي مع فلان مع علان. مش شايف انه الله مش هو اللي بيخليهم يكرهوني؟ لا، يقول لي حتى لو ده حصل أنا في الآخر لأنك تحتملت متألما بالظلم أخليك تاني المملكة في مصر بعد شوية، خليك تشبع إخواتك اللي أذوك وتشبع كل أرض مصر وكل تخوميها كمان. يقول لنا كده إذا كان جاي النهاردة وأنا حاسس إن أنا متألما بالظلم، يقول لي دي سكة الصليب اللي بيها تتبارك، سهل أوي ترفضها. ياما سمعنا عن ناس إخوات بالجسد حتى ودخلوا المحاكم مع بعض من اجل الميراث، مش عارف خد مني ايه وخد اكتر وده خد اقل. يقول لي كده حقك روح طالب بيه في المحكمه لو عايز، بس انت هتبقى ساعتها ايه؟ مش هتعرف تتمتع متألما بالظلم. الناس تقول يعني اسيب حقي؟ هو المسيحيه بتقول ان احنا ما ندورش على حقنا؟ ما قالتش كده، بس بتقول في طريقين، اختار اللي انت عايزه. في اختيار لطريق متألما بالظلم، وفي اختيار حقي ومحدش ياخد مني حاجه، انت حر. وفي نوع تاني قال عليهم كده ان هم تألموا نتيجة افعالهم. وبيقول برضو لو احنا جايين قدام الله النهاردة الصليب يرفع الاثنين. ان كنت هتألم بالظلم يقول لي انت ماشي في سكة مجد مع يسوع المسيح. قلنا كده بطرس الرسول برضو مسح 4 عدد 14 اننا ان عيرتم من اجل اسم المسيح يحصل ايه؟ يحل عليكم روح الله وروح المجد. طيب لو انا بقى فعلا انا ظالم او مظلوم او بتألم مش بالظلم، عملت بلاوي سودة،
يقول لي تعال عند الصليب برضو، الصليب فيه شفاء. يقول لنا كده في آخر آيات رضانا النهاردة، لأنكم والذي شفيتم بجراحاته، جايب مرضي وجايب خطيتي، يمكن عمري كله كان خطية أو عايش في الخطية، يقول لنا جاي النهاردة عشان أشفيك. قلنا كده في صلاة الساعة الستة إيه؟ آلامك الشافية المحيية. عندنا آلام يسوع الشافية المحيية. عشان كده بعد شوية لما نكسر جسد المسيح ودمه على المذبح يجي يقول لنا إيه؟ يعطى عنكم عنا كلنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. في خطايا ما تتغفرش، ما فيش غير ما ينتوبش عنها، لكن التوبة تغسل كل شيء. يقول كده واحد من الوعاظ في القرن اللي فات، يقول كده أن التوبة تعطينا ماضي جديد وحاضر جديد ومستقبل جديد. إبليس دايما يجي يفكرني بماضية، يقول لي أنت عملت وعملت عملت، عشان يكسرني يقول لي قوم روح بقى تتناول إزاي. يجي يسوع يقول كده، لأن أنت توبت أنا أديتك ماضي جديد، وهتتناول تاخد حاضر ومستقبل جديد. عشان كده بنقول يعطى عنا خلاصا، ده اللي عمله المسيح زمان، غفران الخطايا ده دلوقتي، وحياتنا أبدية ده في المستقبل. يقول لي ركز في كل كلمة في القداس في الدقائق اللي جاية. أنت سمعت القداس عشرات ما كانش آلافات المرات، لكن لو مركز في أن أنا النهاردة متألما بالظلم، يقول لي هديك حاجة جديدة. طب بس في ناس هي الظلمة بقى، أنا جاي وأنا عارف أن أنا ظلمت فلان وفلان وفلان، يمكن أقرب الناس ليا وأعز الناس ليا كمان. يقول لي طيب جاي عشان تقدم توبة ولا جاي عشان تاخد غلطرسة وكبرياء أكتر؟ إن كنت جاي تقدم توبة وأنت ظالم، قول يا رب أنا عايز أطلع بقلب جديد وفكر جديد. ليه؟ لأن الكتاب قال كده، بولس يقول لنا كده، لا ظالمون يرثون ملكوت السماوات. يا رب أنا جاي القداس ده عشان أقدم توبة عن كل مرة ظلمت فيها حد، ويمكن أكتر واحد ظلمتيه أو ظلمته هو نفسك باختيارات خاطئة كتير جدا. يقول لي تعالى وأنا أغسلك وأغير ذهنك. يقول كده بولس الرسول، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ولما أغير ذهنك هتبقى إنسان مختلف تماما. بس صدق أن احنا جايين واقفين فين؟ تحت يدي الخالق اللي قال لنا كده في أرمية 18 أنه احنا كلنا في إيديه زي الطين في يد الفخاري. يقول لو أنت قابل تسلمني نفسك مش هطلعك زي ما جيت. لو جاي ومعاند وأنا كويس وأنا أحسن من الناس وهم اللي ظلموني وهم اللي، أنت حر. لكن بيقول كده كل واحد يقبل أن يكون طينا في يد الفخاري الأعظم يعيد تشكيله، يبقى زي مين؟ حسب ما يحسن في عينيه. قول يا رب كده احنا جايين القداس ده، كنا ظالمين أو مظلومين، كنا مظلومين ومتألمين بعدل أو بغير عدل، جايين نقول لك أنت الإله الذي رفع كل ظلم وغير كل ظالم، غير كل قساوة كما غيرت القساوة اللي كانت في بولس الرسول وأنبا موسى الأسود وقديس أوسطينس وكل القديسين. وهذا الإله الذي غير هؤلاء هو إلهنا الحاضر في وسطنا الآن. شوية وهنصلي الإسمة بتاعت أعياد العذراء وصوم العذراء، ونقول هوذا عمانوئيل، موجود هنا حالا اليوم على هذا المذبح، وهو عمانوئيل في وسطنا الآن بمجده ومجد أبيه، عشان يعمل إيه؟ يشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. ربنا يدي نعمة وبركة بصلاة أمنا البتول مريم وملك مخيل وكل القديسين، له المجد الدائم الأبد.